سنة وانتم طيبين أيها الأحبائي. سلام ونعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم في هذا اليوم، أعظم يوم في تاريخ البشرية، يوم الجمعة العظيمة. وكما أسرعنا بالأمس وكان سباق يا ترى مين اللي حيوصل، مين اللي عايز يوصل الأول عند المسيح، مين اللي قلبه اتحرك عشان يسرع عشان يجي عند المسيح، مين اللي ترك الكسل وترك التهاون وترك العناد وترك أي شيء عشان يسرع عند هذا المكان العظيم، مكان صليب الجلجسة. مين نهاردة؟ تعال نشوف مين اللي قدر إن هو يتمتع بهذا المكان
في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 19 وعدد 25 يقول: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. هوذا أمك، آسف. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. وبعد كده نكمل في عدد 34: لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. مين اللي كان واقف عند صليب المسيح له المجد؟ تعال نشوفهم كده بالعدد، هم معدودين بالعدد. كل واحد مننا يقول له كده: نفسي ان انا اكون زي فلان، نفسي ان انا اكون في الوقت ده اللي كان واقف فيه هذا الشخص. اول واحده طبعا ام النور، ام من العذراء مريم، كانت واقفات عند صليب يسوع امه. وعشان كده اقول في تامل النهارده امبارح بقول: اسرعي يا نفسي. النهارده بقول لها: قفي يا نفسي مع امنا العذراء وامي عند صليب حبيبك رب المجد يسوع، وتاملي فيما قالته امنا العذراء مريم اللي احنا بنصليها في صلاه الساعه 9 في الاجبيه: اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، واما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي. قفي يا نفسي مع امنا العذراء وقول: يا رب المس احشائي والهب احشائي بمراحمك وبمحبتك وبنعمتك، فيتحرك قلبي بالحب ناحيتك يا رب. قفي يا نفسي عند صليب حبيبك يا ربي المجد يسوع مع مريم أخت العذراء مريم، اسمها أيضا مريم زوجة كلوبة، وكان أولادها يوسي ويعقوب وسمعان ويهوذا، ده غير يهوذا الإسخريوطي، اللي هم أولاد خالة السيد المسيح اللي في مرة جو قالوا له: أمك وإخوتك خارجا ينتظرونك. هم ليسوا إخواته بالجسد، ولكن بحسب تعبير وعادة اليهود ابن الخالة أو ابن الخال أو ابن العم يعتبر أخوات. المسيح هو بكر، وأمنا العذراء مريم كانت بتولية قبل الولادة وبعد الولادة وأثناء الولادة. تعال نجي قف يا نفسي مع مريم زوجة كلوبة اللي كانت عملت ايه؟ اللي هي كانت بتصلي من اجلهم، بل هي اللي شجعتهم على تبعية رب المجد يسوع وعلى محبته. تقول للسيد المسيح عند طلب: خلي واحد عن يمينك واحد عن يسارك. مش عايزاهم ان هم يسيبوا المسيح. وانا نفسي بقول: يا رب امسكني بهذا الرباط، وما تسمحش ابدا انه ينقطع هذا الرباط. اجلسني عن يمينك، لانك قلت كده: تعالوا الي يا مبارك يا ابي، رسل الملك المعد لكم للذين عن يمينك. يا رب قفي يا نفسي مع ثالث شخصية، مع مريم المجدلية عند صليب حبيبك رب المجد يسوع، وتأملي مرة أخرى في هذه الجروح اللي احتملها حبيبك المسيح لكي ما يشفيك من أمراضك وخطاياك، كما فعل مع مريم المجدلية وأخرج منها 7 شياطين وصارت من أول الكارزين بقيامة رب المجد يسوع. جيفي مع مريم المجدلية
لكي ما تشفي من أمراضك وكي ما تشفي من كل خطاياك. قف يا نفسي مع يوحنا الحبيب عند صليب حبيبك رب المجد يسوع، وتعلمي منه كيف تخدمي الآخرين. ومين الآخرين؟ بالأخص الحزانة والمجربين. زي مين؟ ما أمه كانت حزينة، أمه كانت أحشاءها تلتهب، أمه كانت بقدر ما هي فرحانة بقدر ما هي حزينة، فرحانة من أجل هذا الخلاص، لأنها قالت كده تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لكن كأم حزينة، أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك. وكان رسالة السيد المسيح لتلميذ يوحنا هوذا أمك. وفعلا ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته، تعالي قيفي مع يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب، لكي ما تخدمي الحزانة والمجربين والمرضى والمتعبين والمسجونين. قفي يا نفسي مع الشخصية الخامسة، مع نيقوديموس اللي هو واحد من شيوخ إسرائيل. قفي عند الصليب لما سمع والمسيح بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. تعلم من إنه دي كان بنبوة عنه. ونيقوديموس ده نفسه هو الذي حمل جسد رب المجد يسوع وطيبه مع يوسف وحملوه إلى القبر. قف يا نفسي مع نيقوديموس لكي ما تتعلمي كيف تقدمي طيب ليس مجرد طيب حنوط، ولكن طيب حب تضعينه على جسد السيد المسيح حبيبك الذي مات لأجلك. قف يا نفسي مع يوسف الرامي عند صليبك حبيبي يسوع، وتعلمي كيف تقدمين له أغلى ما عندك. كان يوسف رجل من الأغنياء، وكان يملك قبر، لربما ننظر إليه أنه مجرد قبر، ولكن بالنسبة له حاجة غالية. قدمي له قبرك، قدمي له تعبك، قدمي له حزنك زي ما قدم يوسف، فيتحول القبر إلى إيه؟ إلى فردوس. يوم ما يدخل المسيح إلى قلب الإنسان، يوم ما تنظر إلى هذا الصليب، يوم ما تنظر، يوم ما تدخل معه إلى قبر، شوف شعورك أنت بتاجي عند الكنيسة حتى والكنيسة دلوقتي مكفولة. شوف شعورك أنت ومار كده جنب الكنيسة بتقول إيه؟ يا نفسي حزينة، اتحرمت من إن أنا أدخل. شوف شعورك وانت داخل وانت تتناول، او شايف ناس بتتناول وانت حارم نفسك من بعيد. شوف شعورك لما تتقدم للتناول وتاخذ جسد المسيح ودمه، تقول يا كنت محروم منه طوال هذه السنين، كيف لم اقدم ذاتي وكيف لم اقدم كل ما املك. اخيرا قف يا نفسي مع لونجينوس قائد المئة اللي طعن السيد المسيح بالحربة، ولكن قولي يا نفسي لا تطعني. قيفي معاه ولكن لا تطعني مسيحك بحربة الرفض والجحود والكبرياء والعناد، سامحوني، وحتى بحربة الإلحاد أو الكراهية بأن هو ياجي الإنسان للمسيح. ولكن لونجينوس عمل إيه؟ قال هذا هو بالحقيقة، كان هذا هو بالحقيقة هو ابن الله. خلي عندك هذا الإيمان زي إيمان لونجينوس واعترف به، حقا كان هذا ابن الله، حقا يا رب يسوع المسيح. وحتى بنضيفة من ليلة الخميس إلى نهاية يوم الجمعة، وندخل بها أيضا على سبت الفرح، ونقول له كده
لك القوة، لك المجد، لك العزة، لك البركة يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. هذا هو إيماننا. كل هذه الوقفات يا أحبائي كل مع كل شخصية مع كل نفس، وليتها تكون وقفة حساب أيضا لكل نفس مننا. وأنا أولكم يوم الجمعة العظيمة أمام صليب رب المجد يسوع، وحتى نستطيع أن نتعلم أو نستطيع أن ندرك كل هذه المشاعر التي سمح بها الله لهذه الشخصيات، إنها فقط إن تجيف عند صليب المسيح، إن عند صليبه هي الشخصيات الوحيدة. والدعوة مفتوحة لكل واحد مننا السنة دي بالذات، إنه كل واحد بيقول المسيح بيقول له أنا سامح ليك إنك أنت تقعد في البيت عشان السنة دي تجيف وقفة جادة، وقفة صادقة أمينة أمام صليبي، وتتمتع بكل هذه البركات. أمين. كل عام وأنتم بخير جميعا. آمين.